أهلا بكم. تعلمون أن إشعاعات الهواتف النقالة تؤثر سلبا على الخصوبة والقدرات الجنسية عند المرأة والرجل، حقيقة أكدتها أول دراسة علمية بالمغرب، تم كشف نتائجها أول أمس بأرقام مثيرة. فنحو 50% من مستعملي الهواتف الذكية داخل غرف النوم غير راضين عن حياتهم الجنسية. نتابع تفاصيل سويا في تحقيق حسن لحمادي، أمين حدو وعصام عسو. هذا الرجل يجر وراءه خيبة أمل بعد عقود من الحياة الزوجية المليئة بالأفراح والأحزان، لكن ما إن ارتمى بين أحضان الهاتف النقال تغير كل شيء في حياته. الحياة عادي ديال في المنزل تبدلات، أطريك ولا شاد التليفون كنشوف هذا وكناكل وكنشد هذا. لا ما كتشوف المرأة كاع ماكلة، هذا كيجي الدري كيدخل داك الشيء هذا، السلام عليكم السلام داك الشيء هذا، ما كتعطيه كاع وقت. الجانب الحميمي في حياة الزوج لم يسلم من تبعات الوافد الجديد على البيت. الحياة الزوجية تغيرت، علاش ما بقيتش كنعس مع المرأة بزاف؟ لأن واحد الوقت ملي ما كانش تليفون كان داكشي عادي، دابا ملي ولا هاد التليفون كتشد التليفون وليتي كتلهى بيه، وما بقات كتبقى تشوف داكشي ديال التصور في الفيسبوك وكذا وهذا، كأن ما بقاش عندك ديك الرغبة باش تنعس مع السيدة ديالك. فالطقوس العائلية التي كانت مليئة بالمشاعر الإنسانية اختفت وحلت محلها النزاعات والاشتباكات والعنف أحيانا. هو مبرونشي مع ريزو وهي مبرونشي مع ريزو ديالها، إذا كيفاش تبقى ما كاينش العلاقة الجنسية غتكون؟ ما كايناش. ثاني حاجة القضية أن الإنسان كيدخل، لقينا 92% ديال الناس كيدخلوا بورتال بيت نعاس، أش كيولي؟ ما بقاش كومينيكاسيون. ولقينا البحث لقى أن الرغبة ليبيدو كتسمى 52% ديال الرجل ما كتبقاش عنده هذيك حتى المراه هذيك الرغبه، ما كاينش رغبه ديال الاجتماع، وفيهم 30% عندهم دي بروبليم سيكسويل. اش كيوقع؟ سواء قد في الساريه كيولي عندهم اش باسكو ما كاينش استعداد، المراه كيكون عندها ديسباروني لا دولور كو دي رابور باسكو ما كاينش واحد بريباراسيون. هذه النتائج العلميه تم الكشف عنها خلال ندوه صحفيه اطرها صاحب هذا البحث البروفيسور رابع رضوان، استاذ بجامعه محمد السادس بمدينه الدار البيضاء. ان ظهور الهاتف النقال قد قلب حياه الازواج وحياه بني البشر، خاصه حياه المراهقين. تغير كل شيء لان للهاتف نتائج داره، له تبعات على حياة الناس وعملهم وعلى معيشهم اليومي وحتى على التقاليد العائلية التي تأثرت هي الأخرى. فهل حميمية الناس وأسرار السرير أصبحت مهددة بعد أن أفرطنا من الاستهلاك اليومي للمعلومات والصور وأصبحنا نعيش تخمة إعلامية؟ خلال الاستشارات التي أقدمها نسجل عدد من الأزواج يعانون من الإدمان على السمارت فون ولا يدركون سبب هذه المعاناة، لكن بعد إخضاعهم للعلاج يتبين أن هناك إدمان على الهاتف، وبالتالي نسجل تأثيرا كبيرا على العلاقة الجنسية. فريق البحث تحت إشراف البروفيسور رابع رضوان انكب على دراسة المشكل، فالتكنولوجيا الجديدة أفرزت أشكالا تعبيرية غارقة في الحداثة تعري المرء وتجعله بدون مقاومة. الاستعمال ديال الهاتف النقال يقدر يكون عنده تأثير على العلاقة داخل البيت، العلاقة في العمل، وهذه غتكون انطلاقة لمجموعة من البحوث المستقبلية اللي غادي تدرس التأثير ديال هذا الاستعمال غير معقلاً. لكن الأكيد أننا سنواجه مستقبلا مجهولا في ظل زحف التكنولوجيا الباحثة عن الربح والتسويق عوض بناء الإنسان وتحسيسه.